السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا مش خبر، كلنا عارفين ان بكرة حفل تنصيب المشير عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر، الرئيس الثالث بعد ثورة 25 يناير، والرئيس الثاني بعد ثورة 30 يونيو. خطوة بيخطوها المصريين في اتجاه صحيح لخارطة مستقبل وخارطة طريق رسمها المصريون يوم 3 يوليو 2013 وصاروا عليها وبيحققوها خطوة خطوة. لكن في فترة الإعداد والاستعداد للانتخابات الرئاسية كان عندنا حملتين موجودين على الساحة، حملة المشير عبد الفتاح السيسي وحملة الأستاذ حمدين صباحي. حملة الأستاذ حمدين صباحي ظهرت كثيرا وتحدثت كثيرا وكانت موجودة في معظم البرامج. حملة المشير عبد الفتاح السيسي كان يقال عنها أكثر مما تقول، كنا دايما نسمع قالوا عن فلان في الحملة، فلان مش في الحملة، فلان يتكلم باسم الحملة، أصل دول انضموا لهنا ودول انضموا لهناك. طبعا الفترة كانت صعبة وعصيبة أننا نأتي بحد من المسؤولين في الحملة ونقول له تعالى نقعد نتكلم بالراحة وبالهداوة ونعمل، لأن كانت بالنسبة لهم الفترة دي مش فترة هداوة. فأول ما هدأت الأمور وافق الدكتور عبد الله المغازي المتحدث باسم حملة المشير السيسي انه يكون معانا. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم، والف مبروك. ويعني ايه حاسس بايه النهارده؟ يعني في البداية تحياتي لحضرتك وتحياتي لجميع السادة المشاهدين، ويعني هو مبروك لينا جميعا، مبروك للشعب المصري. دي دائما ما كنت بتحدث ان هي علاقة خاصة جدا بين سيادة الرئيس وبين الشعب المصري. الشعب المصري اعتقد ان هو كان راهن على الجيش المصري وعلى سيادة المشير انذاك ان هو بالفعل ان هو يلبي طموحات الشعب المصري ويساند الشعب المصري في ثورته. الجيش المصري كان عند المسؤولية وبالفعل نزل وساند الشعب المصري في ثورة 30 يونيو. طول الفترة بقى من هنا لحد ما اعلن المشير انذاك ان هو يعني بالفعل هيخوض الانتخابات الرئاسية، كان هناك رهان كبير جدا 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 ان الشعب المصري هينجح في ان هو يخضع المشير لرغباته، يأمر المشير فيطيع. ولذلك كان هناك استدعاء شعبيا من الشعب المصري لسيادة المشير. الرجل سمع النداء ولبى النداء، واحنا شفنا مدى الصعوبة في ان هو يقتنع بان هو بالفعل يسيب منصب وزير الدفاع ويلبي النداء الشعبي. لما نيجي بقى نتكلم على ان سيادة المشير لما قال انا بالفعل يمكن اظن ان انا سمعت، يعني حتى شوف بيقولها بعبارة رقيقة جدا، اظن ان انا سمعت او يعني في كده حد نداني اللي هو الشعب المصري، يعني فعشان كده انا جيت لبيت النداء. نعم. فانت كنت بتتحدث عن تكليف او استدعاء من الشعب، ورجل يعلم ان هذا الاستدعاء هو استدعاء من الشعب فعلا. وبالتالي دي علاقة خاصة جدا، ولذلك هذه العلاقة انا كنت اثق ان المشير راهن على الشعب ونزل الشعب رغم كل المشاكل. وخلي بالك انت كان عندك مشكلة كبيرة جدا، احد الاشكاليات اللي موجودة اني مع كل الاحترام طبعا والتقدير للسيد حمدين صباحي، وطبعا شخصية وطنية محترمة، الى ان الشعب يعلم جيدا ان مفيش المنافسة اللي هي القوية. نعم. يعني دي خلي بالك دي احد اسباب اللي احنا هنبقى نتكلم فيها، مفيش خناقة 2012. ليه الناس ما عندهاش الحافز؟ انت تعرف انت عامل زي يمكن المثل ليها الواضح جدا، يمكن بعض الناس عارفين هذا الكلام، زي منتخب مصر مثلا على سبيل المثال. لما المنتخب بيبقى تحت ضغط شديد جدا وحافز كبير جدا وتحدي قوي جدا بتلاقيه بيطلع كل طاقته، كذلك الشعب المصري. فعشان كده انا شايف ان هذه العلاقة رهان ما بين طرفين الشعب والرئيس، وكلاهما كسب الرهان. نعم. طيب ده بالنسبة للخطوة اللي حصلت. فانت النهاردة حاسس ان انت ايضا انتصرت كواحد من الشعب ولا كجزء من الحملة ولا الاثنين؟ الاثنين، يعني انا اشرف بان انا جزء من الحملة الرسمية، ودي يعني على فكرة عددها يكون معدود على الصوابع اللي هم الشخصيات اللي هي موجودة،
وكنا حريصين أشد الحرص أن الحملة الرسمية دي أنت بتتحدث عن مجموعة من الهواة، يعني 90% من هذه الحملة من الشباب. كلنا لينا الخبرة، يعني ما عندناش الخبرة السابقة بالانتخابات. والدليل على هذا لما تشوف المستشار المحترم محمد أبو شقة أول مرة يخوض هذه الانتخابات، هذا النوع من الانتخابات. أنا نفس الكلام، الدكتورة منى القويدي والعديد من الشخصيات المحترمة اللي هي موجودة في الحملة. فأنت تتحدث عن مجموعة من الهواة كانوا بيتعاملوا أنهم مجموعة من المساعدين لسيادة المشير، ونعلم جميعا مدى حساسية موقف الرجل، طبيعة الرجل، وانت تعلم ان هو عنده طبيعة خاصة جدا، هو كثير العمل قليل الكلام. وبالتالي انا اعتقد ان احنا كحملة يعني كنا نملك من يعني قول من الذكاء ان احنا نلتقط طرف الخيط ونعرف ان هو هذا الرجل طبيعته كده. إذا لابد أن احنا نتسم بالانضباط الشديد. ولذلك قبل أن يحدثنا أحد عن ميثاق شرف أخلاقي، كان المشير يضع لنا ميثاق الشرف الأخلاقي، واللي احنا شفناه في كثير من لقاءاته اللي احنا حضرناها. ولذلك لما كان بيكلمنا يقولك يا جماعة وهتعملوا ايه، وكان كل خايف من التنابز بين الحملتين. ويمكن أنا أعتقد بعض أفراد داخل حملة سيد حمدين صباحي كانوا ابتدوا بعض المناوشات، ولكن كان شعارنا إن إحنا لن نقابل الكلمة السيئة إلا بالكلمة الطيبة. إحنا حملة جايين بناء على استدعاء، فلا يمكن إلا أن نتسم بالأخلاق الطيبة اللي بيتسم بها الشعب المصري. عايز أسأل حضرتك، في كلامك حضرتك قلت إحنا كنا عددنا يتعدى على الصوابع، وفي نفس الوقت قلت العديد من المشاركين او اعضاء الحمله، هي كان فيها العديد ولا كنتوا على قد الصوابع؟ لان لو انا حسب ما انا فهمت مؤخرا انكم فعلا كنتوا تعدوا على صوابع الايد الواحده مش الاثنين كمان. وعلى حسب ما انا سمعت وقريت والكلام ده كان عددكم يصل الى مئات الالاف. ايه اللي صح في الكلام ده؟ حضرتك ذكرت اسمين، ونضيف ليهم كم اسم حتى لو ما قلناهمش، نقول كنتم كام في الحملة الرسمية؟ في الحملة الرسمية وفي المؤيدين والمحبين بلا شك ليهم كل التقدير. أنت بتتحدث عن اللي ليهم صفة الكلام باسم السيد المشير، تمام، اللي هو طبعا السيد الرئيس الآن. كنت بتتحدث عن المستشار محمد أبو شقة والمتحدثين الرسميين أنا والزميلة العزيزة الدكتورة منى القويدي. نعم. دول اللي كان لهم الحق في التحدث باسم الرجل، وبالتالي الكلام كان فيه قليل جدا في منتهى الانضباط. ثم بتتحدث عن السفير محمود كارم، وده المنسق العام. ثم بتتحدث عن الدكتور حازم عبد العظيم اللي هو أمين لجنة الشباب، والخمس شباب اللي هم موجودين معه. هذه هي الحملة. دي كانت الحملة الرسمية. هذه هي الحملة. كان شعوركم ايه وبيحصل عليكم الهجوم اللي حصل في الفترة الأخيرة على الحملة، والحملة فشلت في كذا، ولولا كذا لكان كذا، وشعوركم ايه وانتم؟ اسمح لي ان انا اتكلم بالتفصيل في هذا الموضوع، لاني احنا التزمنا الانضباط الشديد، كان عندنا ضبط نفس فوق العادة. واحيانا كنا بنقعد يعني نبقى مثلا قاعدين في الجلسة، قاعدين مع سيادة المشير، وكان بيبقى عندنا لقاء، تمام، ونسمع تم العصف بالعديد من حملة المشير، تم طرد فلان وفلان، لدرجة ان هم اتكلموا، يعني مثلا يقول لك الدكتور عبد الله الموازي تم العصف به ومش عارف ومشي، وانا ببقى قاعد مع المشير. يعني انا طبعا في حاجات، في بعض الاماني عندي ناس، وللاسف الشديد عند بعض الاعلاميين، فوجئت انه يعني احنا بندفع ثمن ان هم يعني كانوا يتمنوا ان هم موجودين في الحملة، ولكن لم يوجدوا في الحملة، فبالتالي كان هناك هذا الهجوم. وللأسف الشديد في يوم الانتخابات على وجه التحديد يا أسامة بيه، في عز ما احنا جايلنا تقارير في اليوم الأول، ودي حاجة أنا هقولها لأول مرة، جايلنا تقارير في نهاية اليوم الأول ان احنا في عندنا ما يقرب ما بين 11 مليون ل 12 مليون. هذه التقارير جايلنا من مندوبينا، احنا من ضمن المهام بتاعه المندوب قاعد ما بيعملش حاجه جنب القاضي بيحصر، فقلنا له من ضمن مهامك انك انت تعد اللي داخل،
احنا ما نعرفش ده تبع مين. صح. بس انت تعد لي بس اللي دخل. فجات لنا التقارير ما بين 11 ونص ل 12 مليون. اي العدد ده انا شايفه عدد كبير مش عدد قليل. فوجئنا ان بعض الناس وقعوا في الفخ اللي عملوه جماعة الإخوان، منهم من بعض الإعلاميين اللي كان بيقولوا بحسن نية شديد جدا، مع أني كنت أتمنى أنهم يكونوا أكثر موضوعية، لأني أي قناة بتقدر تتابع كم لجنة؟ 10 20؟ طب لو أنا عندي 20 قناة ولو 1000 في 20 لجنة، لا خلينا نحسبها بالورقة والقلم عشان السادة المشاهدين يعرفوا هذه الحقيقة. وهوصل في النهاية ليه بعض الإعلاميين كان بيهاجمنا ليه؟ عشان ينتقم من عدم وجوده معنا. ينتقم بمعنى كلمة ينتقم. دي وهو دي معلومة حضرتك، معلومة طبعا. وهو بينتقم بياخد الوطن في رجليه، بياخد الوطن في رجليه ويسيء إليه للأسف الشديد. لو احنا حسبنا 20 قناة يا أسامة بتغطي كل واحدة فيهم 20 لجنة، يبقى 400. وهقول 400 بيغطيهم بعض الصحف والراديو والكلام ده كله، يبقى 800. لا خلينا نقول 1000. اذا ما استطاع الاعلام ان يغطيه تقريبا وبيتابعوا بصوره مرئيه ومعروفه، قول 1000 لجنه. احنا عندنا كم لجنه يا اسامه بيه؟ 14000. حوالي 14000 لجنه. منين جبت حضرتك وانت قاعد كده ضعف الاقبال؟ وبص، وطبعا بالصدفة مثلا يكون اللي موجود كاميرا قصاد مدرسة من المدارس اللي هي موجودة في المدن ولا حاجة بسيطة، في حين ان احنا شفنا بعض المدارس حواليها طوابير كبيرة جدا. دي حاجة. الحاجة التانية طبعا هو البعض، خلي بالك، هو عاوز يبين ضعف الاقبال بسبب حملة السيسي، كما لو اني ان الشعب ده كان مستني المشير يبقى ليه حملة وليه برنامج عشان ينزله. ده بالشعب مش مستدعي سيادة المشير، أو ينزلوا، أو اللي نازلين للأستاذ حمدين، أو اللي نازلين عشان يبطلوا كمان، أو النازلين عشان يبطلوا. فعشان كده هو في خضم البعض كان يريد الانتقام من حملة المشير، لأن البعض كان لديه الأمل. وخلي بالك هذا الأمل لديه حتى الآن. في إيه؟ ما خلاص خلص. لا، هو عاوز يزق هذه المجموعة أملاً في ان هو شفت دول كانوا سيئين ووحشين وسبب في انك انت بدل ما يكون 40 مليون بقوا 26 مليون. ثانيا، مين اللي جاب ان المشير، يعني البعض يقول لك ايه المشير كان بيقول ان هو يتوقع 40 مليون؟ لا، المشير قال اتمنى. ده قالها لنا وش كده شخصيا واحنا قاعدين قدامه، قال ليه ما يكونش 40 وليه ما يكونش 50؟ ليه ما يكونش؟ تمام. انا في أسباب كثيرة جدا جدا جدا. أولا، أنت بتتحدث عن، مع كل الاحترام والتقدير للسيد حمدين صباحي، وجه المنافسة كان بعيد تماما، خلينا نكون صراحة. اتنين، أن الشعب المصري، أنت بتتحدث عن مفيش أي ضغط، يعني هو مش حاسس بأي ضغط، وحاسس أن العبارة الشهيرة بتاعت هو كسبان كسبان. رغم ده كله، أن ينزل لك 26 مليون طلع منهم 23 مليون بيقولوا لسيادة المشير نعم، تمام، او ان هم بينتخبوه، انا اعتقد طب ايه الفشل اللي فيه؟ يعني انا بعتبر انا لست في المعادله، هذه معادله نجاح او فشل بين شعب ورئيس، علاقه خاصه جدا. هو يعي هذا الكلام والشعب يعي هذا الكلام، لكن سفهاء الاحلام ممن تراودهم الاحلام في ركوب السفينه الناجيه او في ركوب السفينه اللي هي هتوصل الى الشط وعاوز يبقى ليه مكان على هذه السفينه، اضطر ان هو يهاجم ويهاجم وبشراسه. وهو بيهاجم في الطريق قاعد يقول العدد قليل وبتاع، في، بقول لحضرتك، ناس وقعت بحسن نيه، لكن في ناس كان فيها سوء نيه شديد، اساء للوطن. يا ساتر، اساء للوطن. لان البعض دلوقتي بيقول لك ايه، ازاي انتوا بتقولوا 26 مليون وانتوا بتقولوا كان، انتوا بنفسكم اللي كنتوا بتقولوا ان مفيش حد قدام اللي كان. والله انا متذكر في هذا اليوم ان انا كنت قاعد بقول يا جماعه تفائلوا بالخير، يا جماعه تفائلوا بالخير. اصل الحسبانه بسيطه قوي يا دكتور، مش عايز ابقى شكلي ايه بردد كلامك وبأيد كلامك عشان خاطر مشاهدك، خليني اقول هقول قناعاتي اللي موجوده. في 22 مليون وقعوا على استمارات تمرد، في 33 مليون نزلوا في الشوارع في 3/7 و30/6،
في منهم من هو سنه 18 فما فوق، وفي منهم اللي هو سنه 18 مش اقل. صحيح. ثم عادت الكره بعد الانتخابات ما انتهت على الارقام اللي هي موجوده اللي هي 25 مليون وكسر او 26 مليون، بقى عندنا اللي كانوا موجودين بيحتفلوا في الشوارع، وشفنا مره تانية الشباب اللي عندهم 14 سنه و13 سنه و15 سنه موجودين، اللي هم بيضيفوا العدد للعدد. مع زي ما حضرتك قلت حتى حاله العزوف بسبب ان المنافسه مش قويه، طب ما هو لو ما كانش حصل عزوف كانت العدد بقى عامل ازاي؟ انا مش شايف حتى ان حصل هذا العزوف. الناس كانت مطمنه، لكن الناس نزلت وهي مطمنه عشان تشارك وتأيد وتعمل، لكن ما كانش فيه انصار للمرشح الاخر مع كل الاحترام ليه بالاعداد الضخمه اللي تضيف وتوصلنا لده. ثم كل من شاركوا في العمليات الانتخابيه في السنين اللي فاتت كان متوسطهم هو نفس المتوسط، بيتراوح ما بين ال 18 مليون وال 25 مليون او 26 مليون في اقصى تقدير، فاحنا بقينا في نفس ده. لو كنا خرجنا براه كان يبقى في محل شك في النتائج. طيب في حاجه ثانيه برضو، يعني حضرتك تتذكر ان كل الانتخابات التي يعني مرت على مصر كلها بلا استثناء كان بعضها بينزل بوازع مادي، البعض منها بينزل بوازع مادي طبعًا. خلينا نكون صراحة طبعًا. تمام، الوازع المادي كان موجود المرة دي على فكرة، بس كان بيتاخد منه البطاقة ويديله الفلوس عشان ما ينزلش. العكس. حصلت في الشرقية العكس طبعًا. واحنا على فكرة تقدمنا بشكوى، وحصلت في بولعب والعيلة، وكلمونا الناس على الهواء وقالوا لنا حصلت. ولذلك انا اعتقد ان اكثر الانتخابات نزاهة وشفافية وبنازع وطني 100% هي هذه الانتخابات. صح. احنا ليه ما بنحبش ان احنا نفرح؟ يعني ليه احنا بنقلل من اي لا فرحه؟ لا احنا فرحانين، جموع الشعب فرحان، جموع الشعب المصري فرحان، لكن مجموعه من الناس، تخيل حضرتك في عز ما انت في هذه الفرحه الشديده، البعض بيستغلها فرصه للهجوم. وعشان كده انا باكد لحضرتك ان هو ان ما كانش هو ليه نصيب في ان هو يكون موجود في الحمله، فبيحاول البعض يهاجم عشان يبقى ليه نصيب مع الفريق الرئاسي. وانا بقول لهم بطمنهم يعني ان هذا الرجل ما بياكلش زي ما بيقولوا كده عندنا في المصريين، ما بياكلش من الاونطه. يعني باختصار هذا الرجل رجل شغل. انا عاوز اقول لحضرتك اللي كان بيسالني انت ليه ما بتطلعش، اسمح لي ان انا اقول لحضرتك ان احنا المتحدثين الرسميين وكل اللي جم شرفونا ونورونا وطبعا حضرتك منهم، احنا متواجدين معاه باستمرار، لا يوجد اجتماع الا موجودين معاه. يعني انت بتتحدث، احنا في ايام بيبقى عندنا 3 4 اجتماعات. صح. ممكن تقريبا بنقعد معاه من 10 الى 14 ساعه، ده اجتماعات. فانت تتحدث مع رجل لا يكل ولا يمل وعنده اذن جيده جدا، وانا كنت باشفق عليه، لان احنا جينا بقى بعد في نهايه اخر اسبوعين ثلاثه الكلام بيعيد نفسه، نفس الناس بيتكلمنا على مثلا محطات الطاقة الشمسية. أنا سمعت المحطات الطاقة الشمسية دي 7000 مرة من 200-300 واحد. تمام؟ وكل واحد وهو خلي بالك مش يقول لهم مثلا أنا سمعتها وعارف كانوا بيسمع لأول مرة. ليه؟ لعل وعسى أن يكون في تفصيلة زيادة. تفصيلة زيادة. ولذلك لما بيلاقي حاجة زيادة عن اللي هو يعرفها بيطلب من الشخص اللي بيتحدث إن هو يوردها بالتفصيل. عشان كده أنا بطمنهم. الأوانطة اللي كانت بياكل منها اي شخص، هذا الرجل لا، الرجل ده عنده تفاصيل دقيقه جدا، يعلم جيدا الشخصيات اللي هي محيطه بيه، وبالذات بعد ثوره 25 يناير قعد مع ناس كتيره جدا، وعارف الشخصيات اللي موجوده، وعارف ازاي ينتقي الاكفأ الاخلص الامن. تمام؟ وهو وعد قوي جدا ان هو مش هياخد غير الكفاءات واللي هيشتغل معاه. خلي بالك هو بيتحدث عن 5 الصبح وهو فعلا كده، هو فعلا كده. ودي بعض الناس، احنا بقول لحضرتك كنا بنقعد 14 ساعة قاعدين معاه شغل واجتماعات، حاجة يعني كانت فوق الوصف. اختارك ازاي يا دكتور؟ خلي بال حضرتك ان انا يعني اشرف ان انا واحد من الشباب اللي عرفت سيادة المشير، وكان انذاك هو لواء، كان هو مدير المخابرات الحربية، وكان في اهتمام من المجلس العسكري الجلوس مع الشباب. انا يعني اشرف ان انا كنت واحد من الشباب، وكنت طبعا موجود في المجلس الاستشاري، فهو عارفني.
وعارف كويس جدا. يمكن يعني البعض على فكره، يمكن دي من الحاجات بقى الطريفه، يعني البعض لما بيتكلم عني انا كمتحدث، وانا على فكره انا كان ليا تقريبا تصريحات يوميه، يعني انا كان ليا تصريحات، لكن بسبب ان انا موجود من 10 ل 14 ساعه يوميا ما كانش صعب قوي ان انا اعمل مداخلات. حتى المداخله انا عملت في الاول على فكره، اول اسبوع كانت الدنيا هاديه شويه، كان في اجتماعين او ثلاثه بس، فكنت لما الدنيا شدت خلاص شدت. انا بقول لحضرتك الاجتماعات كانت ساعات بتقعد لحد 11 12 ساعه. يعني احنا من الناس كنا بنقدر ده ليك، وبنقدره ايضا لحمله الاستاذ حمدين، يعني كنا بنقدر ده ان الناس يا جماعه اكيد هم جايين يشتغلوا، صح شغلتك انك تتواصل معايا، ولكن احيانا مش دايما انت في الفترة أو في اللحظة اللي أنا عايزك فيها أنت موجود. طب أنا أقول لك حاجة طريفة جدا، يعني إحنا كنا بنبقى قاعدين في الاجتماعات، وطبعا مر شهر ولا شهر ونص من الفترة اللي هي من 1/4 لحد 1/6، يعني تقريبا كنا في نص 5، والناس بقت توصل عيني عينك يا سيادة المشير فين المتحدث ده، حتى المتحدثين بتوعك ما بيظهروش، فسيادة المشير يروح باصص لنا وضحك، أنا والدكتورة منى القويدي، قال لهم ما هيطلعوا ازاي وهم موجودين معايا يوميا. تمام. ثانيا انا قلت لكم اني دي حمله غير تقليديه. سياده المشير كان حريص اشد الحرص، وجودنا معاه على فكره كان بمثابه العمليه التدريبيه الراقيه جدا. يعني انا في الشهرين دول شفت عدد كبير جدا من الشخصيات الوطنيه والشخصيات الدوليه الى خلافه، شفت افكار كثيره جدا، شفت ازاي بيتعامل مع الاعلاميين، مع السياسيين، مع السفراء سواء كانوا بقى عرب افارقه وغيرهم، ازاي التعامل، ازاي انك انت تتحدث بلغه كل مجموعه ويكون عندك التفاصيل الدقيقه التي تتعلق بهؤلاء، ويبقى طالع كل مجموعه مبهوره بيك. عشان كده انا بقول لك هذا الرجل هو رجل سياسي من طراز فريد، فكان بيتم شكوتنا عيني عينك. هو المشير مثلا ما كانش يعرف ان احنا ما بنظهرش، يعني الناس فوجئت مثلا ان، او المشير فوجئ ان المتحدثين الرسميين ما بيطلعوش. طب هيطلعوا ازاي احنا معاه اكتر من 10 ساعات يوميا؟ فالمشير كان من ضمن المرات كان بيتحدث مع بعض السياسيين، قال ودي قالها مرتين ثلاثة، قال أنا بجهز مجموعة من الشباب، هذه المجموعة هيبقى في منها في الرئاسة، في منها هيكون موجود مع الوزراء، في منها موجود مع المحافظين، بحيث هؤلاء الشباب أنت بتعدهم لأن هم يكونوا الصف الثاني اللي هيطلع فيما بعد هيبقى هو الصف الأول. لدرجة أن هو بيفكر أن في مجموعة من الشباب يوديهم زي مركز كده إعداد القادة أو إلى خلافه، بحيث أن هو انت تشوف الاولاد اللي هم او الشباب النابغه اللي انت تتوسم فيه سمات القائد، لان طبعا انت مش هتاخد اي شباب، عشان بس اطمن الشعب المصري، المشير لن يختار الا الشباب اللي هو الكفء الوطني المخلص الامين. ويمكن قالها حتى لحضرتك في مره، قال لك هات لي مجموعه ناس كفاءات وانا اغمض عيني كده واقول لك خليهم هم اللي ايه اللي يخوضوا. عشان كده ردا على الناس اللي هي كانت بتقول ليه انتوا ما بتظهروش، انت قلت الوطني، عايز اعرف يعني ايه الوطني؟ ما هو الشباب الوطني انا اعتقد ان الفتره ديت فتره الثلاث سنين من اصعب فتره مرت على تاريخنا الحديث طبعا، فتره صعبه جدا. وعلى فكره هذه الفتره كانت التنقية فيها واضحة قوي، أو الناس اللي هي الغربلة كانت على أشدها. يعني أنا أعتقد أن الشخصيات يقدر دلوقتي كده الشعب المصري اللي هو أصبح السياسي الأول هو فعلا القائد والمعلم، فعلا ده صحيح، وبالتالي يقدر يميزك يقولك لا 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 الولد ده كويس، لا 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 الولد ده سيبك منه ده أجندة. تمام. أنا أعتقد أن ما يطلق عليهم شباب الأجندات ده حقيقي، ده واضح. تمام. وخلينا نكون صراحة، احنا لن نجامل احد على حساب الوطن يا اسامه بيه، يعني وتحدثنا في هذا الامر كتير، الناس عماله بتتمناه، كل الناس عماله بتتمنى هو مين الفريق الرئاسي. طبعا بيسالوك مين الفريق الرئاسي، لو كنت تعرف طبعا هتقول لنا. تعرف انا عاوز اقول لحضرتك كل ما يقال عن الفريق الرئاسي هو محض اجتهادات، لا يوجد احد، واتحدى احد يقول لك انا
اتقعد مع المشير وقال لي انت هتبقى في الفريق الرئاسي. ده بكره المفروض الفريق الرئاسي هيشتغل بكره. هذا الرجل منضبط شديد الانضباط. افتكر حضرتك كده ساعه الدعايه الانتخابيه رفض مطلقا صح. كل ما يتعلق. بس معقوله انا مش عارف ان هو يعني هو بكره ان شاء الله هيقسم اليمين الساعه 10:30 الصبح. انا بقول لحضرتك خلاص الساعه 12 هيطلع على الشغل، لان انا عارف ان هو مش هيطلع البيت يريح، يعني متاكد انه طالع على الشغل، فطالع على الشغل لازم يقابل بقى الفريق الرئاسي بتاعه اللي هو مين مش محدد لغايه دلوقتي. الفريق الرئاسي محدده في دماغه. هيبلغهم بكره؟ ممكن يبلغهم بعد القسم على طول. حضرتك قلت ان بعض الناس هتكون معاه في الفريق الرئاسي، بعض الناس هتكون مع وزراء، بعض الناس هتكون مع محافظين. صحيح صحيح. تفتكر هتبقى انت مع المحافظين ولا الوزراء؟ انا تعودت، يعني انا بقالي 3 سنين يمكن الناس عارفاني وحضرتك عارفني، انا طيب. انا طبيعتي يعني بأدي مهمة اللي هي بتكلف ليا تمام على اكمل وجه او على ما قدر استطاعتي، لكن ان انا انتظر ان انا هبقى ضمن ايه او ضمن ايه او ضمن مش طبيعتي مش طبيعتي. ولكن الفترة اللي جاية ما عندكش معلومة. بقول لحضرتك اتحدى اي خلي بالك بس خلي بالك وانا يعني ما اقول على فكره مش خبز لو عندك معلومه دي هيحدد مسار باقي اللقاء النهارده بيننا لا 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 لو في الفريق الرئاسي غير الجزائري غير المحافظين لا 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 لا, 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 لا وممكن ما اكونش ضمن ولا ده ولا ده ولا ده تستحق أنا طبعا كل الخير الله يخليك يا اسامه. بص انا تعودت في حياتي ان انا يعني اؤدي العمل المنوط بي لدرجه ما انا عشان كده بقول لحضرتك احكي لحضرتك موقف ظريف جدا في عز ما احنا بنتحدث في بعض اشياء. اولا انا حاصل على دكتوراه في القانون الدستوري تمام ومعايا ماجستير في القانون الاداري. عاوز اقول لك العمليه برمتها اللي هي تتعلق بالعمليه الانتخابيه كلها تخصصي تمام، بل ان انا شاركت في يعني في قانون المتعلق بالانتخابات اللي هو زي مجلس الشعب والشورى والحقوق السياسيه بحكم الكلام ده كنا بنناقشه في مجلس الشعب اللي انا كنت عضو فيه. فاحيانا لما كانوا بيتكلموا يقول لك لا لا كذا نخلي المستشار ابو شقه يعني، فانا بقول لهم والله يعني مفترض ان احنا نعمل كذا كذا، اقول لك لا بس برضو يعني ايه خلي ابو شقه عشان، قلت لهم على فكره انا بس انا اقول لكم حاجه انتوا انا مش دكتور طب مش اسنان ولا قلت لهم على فكره انا كنت بهزر معاهم طبعا. عندنا كنا في الحمله يعني ايه كان مجموعه راقيه جدا محترمه انا اشرف ان انا انتميت اليه، ولكن في خضم الاحداث بيتاهلوا ايه ان انا كمتحدث افضل متحدث لكن ماليش علاقه بالقانون. انت معاك دكتوراه في الاعلام يعني؟ انا دكتوراه في القانون ويمكن ده تخصصي اكثر. ورغم ذلك احنا تعودنا كحمله منضبطه، خلي بالك رغم ده كله الى اني كنا بنحترف، لان طبعا عندنا المستشار ابو شقه كان من الشخصيات المحترمه جدا 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 المنضبطه جدا جدا، وكان فينا اللائحه منضبطه على الرغم ان انا دكتور قانون الى اني كنت لا اتدخل في اي حاجه تتعلق بالنواحي القانونيه. قول لي الرئيس السيسي، احنا امتى نتعود ان احنا نقول الرئيس السيسي بدل المشير السيسي؟ لازم نتعود بقى خلاص. كان قاعد بيتابع النتائج فين؟ سياده المشير كان اعلنها اكثر من مره واكدها للراجل، يعني وفى بوعده ان هو قال ساعه اعلان النتيجه هكون في البيت مع والدتي، وهو بالفعل كان في البيت مع اسرته كان بيتابع اعلان النتيجه الرسميه ولا اعلان النتيجه غير الرسميه؟ لا 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 رسميه. طب لا ساعه ما كانت الدنيا دايره واحنا كنا قاعدين بقى على الهوا وزملائنا في القنوات التانية قاعدين وكل واحد بيحاول وبنجيب الحصر من هنا ونجيب ده، كنتوا قاعدين مع بعض وكنت بتابعوا كان في غرفه عمليات موجودين فيها كلكم؟ طبعا طبعا احنا عندنا غرفه لا يعني كان موجود معاكم المشير في الغرفه اللي قاعد لا غرفه معاكم. العمليات بص يعني سياده المشير جه شرفنا في غرفة العمليات في التجمع الخامس، كان في أول يوم بعد ما انتخب وطلع على التجمع الخامس وحتى يمكن اتصور مع مجموعة من الشباب، لكن بعد كده هو الراجل دؤوب يعني بتاع شغل، هو بيجهز بقى ملفاته وبيجهز حاجاته وبيبتدي بقى يظبط شغله، وهو على فكرة يعني مش من النوع اللي هو ينتظر، لا هو ليه كده تجهيزات وليه حاجات بيحاول ان هو يجهزها. بالنسبه لنا احنا كبقيه فريق العمل بقى المستشار ابو شقه والدكتوره منى القويدي وبقيه الفريق كنا حاطين طبعا الشاشات بنتابع كل لجان، ثم بنتابع التليفونات من مندوبينا، عشان كده انا بقول لحضرتك انا كنت بستغرب من الناس اللي بتصوت في التلفزيون في حين ان جاي لنا فعلا التقارير من مندوبينا. بقول لحضرتك اول يوم في من 11.5 الى 12 مليون مواطن، في عز ما انت بتتكلم على ان كده ده ناجح
وفي عز ما بتتكلم على ان في ارهاب، في عز ما بتتكلم عن حر، في عز ما بتتكلم ان اول يوم خلي بالك كان عمل، في عز ما بتتكلم عن بعض ناس وحتى الان انا ما اتاكدش ان كان بيمنعوا مواطنين ان هم ينزلوا بيشتغلوا عنده. بعض مصانع، بعض شركات، تمام، ان الراجل بيتكلم عن حق وطن، بيتكلم عن شغل، بيتكلم عن، فالبعض كده انا لا اعلم مدى صدقها للنهايه. البعض تعمد تاخير العمال ان يطلعوا في اللحظات الاخيره، فعقبال ما يطلع من المصنع او من الشركه فيكون، ودي عاده الناس في مصر ساكن عكس مكان عمله، يعني كلنا ساكنين عكس مكان الشغل، فضيعوا على بعض ناس ان هم يعملوا هذا الكلام، ودي يعني جات لنا المعلومات دي يعني. طيب برضو عايز اسال، كان المشير قاعد بيتابع فيه؟ يعني كان المشير قاعد، يعني هل تعلم شفته هو بيتابع ده؟ لا انا دخلت عليه، كنت في نفس المكان؟ لا احنا كنا منشغلين. بص هقول لحضرتك على حاجه، احنا كنا منشغلين جدا، هو متابع جيد على فكره، متابع جيد. يعني اسالك كان بيتفرج على قناه ايه في الاخر؟ يعني عاوز اقول لك القاهره والناس يعني وتقول القاهره والناس اكيد هو التصريح. لا اكيد، لا على فكره احنا من القنوات اللي احنا بنتابعها، بكلم بجد والله مش مجامله، يعني من القنوات اللي احنا بنتابعها متابعه شديده جدا، لاني في طرح بعقلانيه، يعني احنا في هنا الطرح بعقلانيه شديده جدا. انا بقول لحضرتك شفنا بعض ناس، وفي سبحان الله يعني في ناس حد يبقى يعمل كذا والحمله فاشله وايه وايه، وبعدها يتصل بينا يعني، فطبعا احنا كنا بنستغرب. انفصام شخصي على اساس ايه؟ ده على اساس ايه؟ خلي بالك على اساس ان احنا ما شفناهوش، ده على اساس ان احنا ما اتفرجناش عليه، مشغولين وهو بيشتمنا، مشغولين بقى ما تشوفوش كده. يعني انا من شويه كنت بقول هو ما يعرفش ان احنا بنتفرج عليه، وحظه العسر ان احنا كلنا كنا بنتفرج في اللحظه دي، طقم الحمله كله كان بيتفرج عليه اثناء، للاسف شديد يعني. يعني انا كنت من شويه بقول لطلاب الثانويه العامه اللي فيكم قاعد بيتفرج وبيبني ذاكر، فيعني انت برضو نفس الحكايه، كنت لازم تكون قاعدين بتذاكروا في التقييد. لا كنا قاعدين بتذاكر وعرفنا، وخلي بالك المواقف يا اسامه بيه هي ما تبين معادن الرجال. وانا اعتقد ان زي ما في معادن الناس طلعت معادن رخيصه قوي، ممكن يبيع اي حاجه عشان مصلحته، اتضح معدن الشعب المصري الاصيل اللي هو بتتكلم عن ارهاب، بتتكلم عن تحديات كثيره جدا، فقر، مشاكل كثيره جدا، وينزل ويتحدى ويكون موجود قصاد اللجان، واللي يبهرك انه ممكن المواطن او المواطنه تخلص وتنتخب وتقف قصاد اللجنه فرحه. ده استحقاقها وده شعبها، لولا ثقتها ان هذا الرجل رجل دوله من طراز فريد، وان هو بالفعل هيقود مصر لمرحله جديده للخير ان شاء الله، ما كانوش نزلوا بهذا الفرح الشديد. لاني زي ما قلت لحضرتك طول عمر الانتخابات في مصر للاسف الشديد كان بيقول انزل مثلا وهديك فلوس، انزل وهديك موبايل، انزل هديك زيت لا وانزل وادخل الجنه. ايوه الشعب الحقيقي اللي هو صاحب هذا الوطن هو اللي اصر ان هو ينزل، وهو اللي اثبت بقى ان احنا ملناش علاقه، دي علاقه ما بين الرئيس وما بين الشعب. ده سؤال مهم طرحه واحد من مشاهدينا محمد العرايشي، بيقول لو كان ما فيش حمله كانت النتيجه بقت هي هي ولا كانت النتيجه هتبقى اقل؟ على فكره انا عاوز اقول لحضرتك ان سياده المشير قالها لحضرتك وقالها لنا، قال حمله ليست بالصوره التقليديه. والدليل على كده ان احنا مش في الصوره التقليديه، انا بقول لحضرتك احنا، انا عديت لحضرتك مين هي اعضاء الحمله الرئيسيه، تمام، ثم ان احنا كنا بنتحدث مع سياده المشير ان في حين ان المتحدثين كانوا موجودين في حمله السيد حمدي صباحي وكل يوم موجودين في الاعلام، لدرجه ان البعض يقول لك يعني ما فيش حجه بقى، انت يعني انت المستحوذ على الاعلام العام والخاص، لان حمله المشير ما بتظهرش. ولذلك انا كنت بستغرب بلاقي بعض ناس يقول لك ايه، قال المتحدث الرسمي مش عارف اسمه ايه كده، مش احنا، واحنا قلنا اكدنا اكثر من مره، لدرجه يا عيني ان كان بعض الاعلاميين بيتنشأوا على مين هم اعضاء الحمله عشان ياخد منه تصريح. يعني كلنا بنبقى عارفين عمالين نسمع فلان وفلان 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 وفلان، طب مين؟ طب نسال بعض الناس اللي تبقى مقربه شويه فيقولوا لنا لا فلان ده مش، وتفاجئ انك انت واخد تصريح من احد الحملات الشعبيه مش الحمله الرسميه. وده حصل كتير، وده اللي بيدل على ان احنا فعلا حمله غير تقليديه. هذه هي علاقه ناجحه ما بين الرئيس وما بين الشعب. انا زي ما قلت لحضرتك ده رهان ما بين اتنين،
ما بين الرئيس وما بين الشعب، والاثنين كسبوا الرهان. احنا مجرد على فكرة مجموعة مساعدين لهذا الرجل. يعني احنا كنا مجموعة مساعدين بنحاول ان احنا زي ما تقول كده مرحلة انتقالية ما بين ان هو شخص مرشح وما بين ان هو يكون رئيس. لكن الفضل كل الفضل لله سبحانه وتعالى وللشعب المصري العظيم. اجتمع بيكم بعد الانتهاء من الانتخابات وبعد اعلان النتيجه بعد المجموعه الصغيره دي وشكركم او طبعا 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 واتصورنا وكده. يعني احنا طبعا احنا صراحه يعني عاوز اقول لحضرتك ان احنا في عز ما الرجل طبعا هو كان يعني يعني انا في مجموعه صفات صعبه ان هي الاقيها في شخص واحد. لما تتحدث عن الرقه، تتحدث عن العطف، تتحدث عن الحزم، وتتحدث عن القوة، دي غريبة. بكلم بجد والله، فعلا غريبة انك تجمع. ولذلك احنا احيانا بنبقى احنا كمتحدثين شايفين كل مجموعة بتيجي، وحضراتكم شفتوا هذا الكلام، كل ما تيجي مجموعة ممكن يبقى مثلا 60-70 واحد يتصوروا معاه. بعد ما يتصوروا معاه كمجموعة كل واحد يقول له ايه بعد اذن حضرتك عاوزين نتصور كل واحد لوحده، يقول له حاضر، ويقف كده يعني بطريقة مهذبة جدا. ولذلك احنا كان نفسنا نتصور معاه. عاوز اقول لحضرتك في مرة كنا واقفين كده انا والزميله الدكتوره منى، فهو لمح في عينينا ان احنا نفسنا نتصور معاه، فقال تعالوا تحتوا، انتوا ولادي في ايه، تعالوا تعالوا. وقفنا واتصورنا معاه. والله انا دي من انا طرحت عليه وما قابلناه ان بيل كلينتون كان بياخد 200 دولار في الصوره. لا على فكره بجد تحمل. انا عاوز اقول لحضرتك لان هو يقدر جدا المراه المصريه، وهي تستحق هذا التقدير، لاني انا اعتقد ان المراه المصريه أثبتت حتى هذه اللحظة أنها بمليون راجل. بكلم بمنتهى الأمانة، بيقدرها تقدير عالي جدا، وهي على فكرة كانت عند حسن الظن. ولذلك كان في عندنا مؤتمر للمرأة وكان فيه حوالي 500 مرأة، تتخيل أن هم اتصوروا معاها، وبعد كده كان فيه تصوير مجموعات. عاوز أقول لك الوقت اللي استغرقه قد إيه وهو واقف بالطريقة المهذبة اللي حضرتك بيشوفها في الصور. يعني بجد بجد تحمل ما لا يتحمله بشر. طيب يعني واضح اهو الوطن ابتدى ينشر حاجات اهي لسه جايه جديد، التشكيل شبه النهائي للفريق الرئاسي ده من 3 دقائق بدا نشره على الفيسبوك. مصادر رسميه رفيعه المستوى قالت ان الفريق المعاون للرئيس الجديد المشير عبد الفتاح السيسي لم يتم الاستقرار عليه بشكل نهائي حتى الان ولا يزال في مرحله التشكيل. شطاره حته اللي هو ايه يعني لسه اصل لم يستقر عليه بشكل شبه نهائي. خلينا نشوف، يمكن يكونوا حاطين بعض الاسماء كلهم اختياره على عدم من الكفاءات الاداريه والفنيه للعمل في رئاسه الجمهوريه ضمن الفريق المعاون الذي يضم عناصر من اجيال مختلفه. لن يستمر من الفريق الذي عمل مع الرئيس المؤقت عدلي منصور منتهي ولايته سوى 3 من مساعديه، هم السفير ايهاب بدوي والكاتبه سكينه فؤاد والدكتور مصطفى حجازي. سيضم الفريق الجديد طارق اسماعيل مؤسس راديو 90 90، وسيعمل كمستشار اعلامي للرئيس، و السفير محمود كارم مستشار الرئيس للشؤون الخارجيه، وسينضم لفريق الرئاسه العقيد احمد علي، وسيتولى مهمه اداره مركز الاعلام برئاسه الجمهوريه. الخبر جالي في الوقت اللي حضرتك معايا فيه، فحضرتك بقى تقول لي. أنا ما زلت بأؤكد لحضرتك كل هذا الأمر تكهنات. أنا إمتى أصدق أي خبر يا أسامة بيه؟ معلش أنا آسف، ده الخبر ده المصري اليوم مش الوطن، معلش ظلمت أخونا مجدي، معلش. لا تيجي في علي السيد بقى برضه. لا يعني خليني أؤكد لحضرتك إن كل دي تكهنات صحفية مع كل الاحترام ليهم. أنا لا أحترم أي خبر، مع كل الاحترام طبعا ليهم، إلا إذا قال لي قال فلان الفلاني. مين الرفيع المستوى ده؟ يعني ما يعني قول لي حتى يعني بلاش قول لي قول لي رفيع لأي درجة؟ ورفيع فين يعني؟ رفيع موجود في الخارجية ولا رفيع في جهة سيادية في ولا دي لازم يبقى من رفيع من الرئاسة. أنا الأوان بقى أسامة بيه زي بالظبط لما كان طلعونا بعض الاعلاميين يقول لك ايه انباء عن انسحاب المشير، المشير لن مش عارف المشير سينسحب، حصلت ولا ما حصلتش؟ فبيسالوني كمتحدث بعد اول يوم انتخابات، فبيقولوا لي ايه، كان هو حد من الصحفيين بيقول لي طب قول لي حضرتك ونقول مش هنقول على لسانك هنقول على مصر. قلت له لا اسف انا ما بتعملش بهذا الاسلوب.
حاجة أنا قلتها لك، قول قال عبد الله المغازي المتحدث الرسمي. فيش حاجة اسمها هنا خاف من إيه. إذا كان هناك شيء يقال فينصب، هقوله لك. ما يقال على الانسحاب المشير ده ليس طبعه وليس أخلاقه، وكل ما يقال عارف يقول لك ده أصل ده شخص مقرب لي. قلت له آسف، ما فيش حاجة هذا الكلام. كل شخص جه سلم على المشير بيدعي أنه قريب، كل شخص قعد مع المشير جلستين ثلاثة يقول وأنا قعدت مع المشير والمشير قال لي والمشير رفض هذا الكلام كلام عبثي. أنا الأوان أن ينتهي من مصر. صعب قوي كل شيء يقول لك إيه وقال مصدر وقال مصدر. أرجو أرجو من كل وسائل الإعلام وإحنا داخلين على مرحلة جديدة أن يحترموا عقلية القارئ، يحترموا عقلية المشاهد. عيب قوي انك انت تدي مصدر مجهل عاوز تقول تكهن، قول ده تكهن مني، لكن انك انت تقول قال مصادر وقالت كذا. انا طبعا ما بتكلمش عشان بس اخواننا في المصري اليوم ما يزعلوش. نعم. انا بتكلم عموما بصفه عامه. آن الاوان ان ينتهي هذا العبث. انا بعتبره بالنسبه لي هو عاده كان بيجي لنا الاخبار خبر ان المصدر رفيع المستوى قال حاجه وبعدين المصدر مسؤول قال عكسها، فدايما عندنا واحد مسؤول واحد رفيع والاثنين بيقولوا عكس بعض. احنا احدى الاشكاليات يا اسامه بيه ان كان عندنا مشكله كبيره جدا، يعني احد اسباب الهجوم على الحمله برضو يمكن انت هنا حضرتك في برنامجك وفي هذه القناه المحترمه متفاهمين ان طبيعه الرجل هو رجل كثير العمل قليل الكلام، فعرفته خلاص دي طبيعه الحمله وليله. ثانيا هو عبد الله المغازي طلع مع اسامه بيه في فتره الحمله وما طلعش مع حد تاني؟ لا. الإجابة لا، أنا ما طلعتش مع أي حد. إذن آن الأوان إني المشكلة الأساسية اللي كانت عندنا، ودي على فكرة اللي خلت بعض الإعلاميين يصوتوا أثناء الانتخابات، هو طالع من 9 الصبح يقول يا فتاح عليم يا رزاق كريم، حاطط كوباية الشاي بلبن قصاده وعاوز بقى يشوف ناس عشان يعرف يتكلم. ففوجئ إنه هو في فترة من 11 ولا من 12 للساعة 3-4 فاضية. طب يعمل ايه في الفترة دي؟ اضطر يعمل اي حاجة، يقول اي كلام. احدى الاشكاليات الاساسية ان في صراع كبير جدا ما بين الصحف، عاوز يقول خبر، عاوز يقول حاجة عن الفريق الرئاسي، مفيش، فبيضطر انه يقول تكهنات. لكن انا بدعو الجميع اذا كان تكهن منك قول ان ده تكهن، انا اتوقع ذلك. لكن ما تقوليش مصدر، لاني انا الاوان يمكن يعني حتى من الحاجات الجميلة جدا اللي عملتها القوات المسلحة انهت اسطورة المصدر العسكري. أنهت الأسطورة. طبعا. ولذلك إذا كان حاجة مش قايلها المتحدث العسكري يبقى يقولك إيه لو سمحت ما تقولهاش. عشان كده آن الأوان في مصر سعادتك بتقول إني فلان وفلان وفلان، قول قال مصدر رفيع فلان الفلاني، عشان لما يجي وملاقيش 3/4 الأسماء اللي انت بتقول عليها ديت يبقى نحاسبك وما ناخدش منك كلام أيها الرفيع الإيه رفيع المستوى. طيب يعني اعترضت على اليوم الثالث. طبعا انا كنت واحد من مؤيدي اليوم الثالث ويخصص للمغتربين. انتوا اعترضتوا على اليوم الثالث عشان خاطر ما يبقاش الشكل العام ان احنا بنبحث عن ناخبين، ولا عشان خاطر كنتوا خايفين من اي حاجه تانية؟ بص اسامه بيه، خلينا نبص ليها من وجهه نظر الحمله ومن وجهه نظر الوطنيه. من وجهه النظر الوطنيه ما تتحدث عنه صحيح 100%. انا كشخص مصري انا نفسي كل مواطن له حق الانتخاب ان هو ينتخب. تقعد بقى القصه 3 أيام 4 أيام 5 أيام ده في وشك انت كمصري لما تسافر في اي حته، والله انا يعني النسبه زي فرنسا وزي المانيا كام 40%، يمكن فرنسا والمانيا في سنه من السنين كانوا 30% او 33%، بس فرنسا في سنه من السنين وصلت لحاجه و70%، حاجه و70. تمام، انت بتتحدث عن دولة استقرت فيها النواحي الديمقراطية. هات لي الظروف اللي فيها فرنسا. لا هات لي الوعي. الظرف في تلك السنة بالعكس هو اللي كان فيه الخناقة الكبيرة ما بين المرشحين، فبالتالي خلقت هذا التنافس. صحيح. طيب خلينا نقول ان احنا معدلاتنا، هل معدلاتنا اللي هي 48% دي معدلات عالمية مقبولة ولا غير مقبولة؟ طبعا مقبولة. مقبولة جدا. انا لما حضرتك تقول ان انا خليه يوم ثالث، بعض الاساتذه المحترمين اللي شفتهم في وسائل الاعلام عاوزين يوم ثالث، ده حق
مشروع وحاجة أنا بنظر لها نظرة وطنية محترمة. كنا عايزينها خصوصا للمغتربين لأن كانوا قدامنا على الشاشة بيبكوا. مشكلة كبيرة جدا، احنا اشتكلنا على فكرة كثير جدا من المغتربين. كانت بتبكي إنها مش قادرة تشارك في الفيديو. وفي ناس كانت اللي هم عملوا معاهم بعض الشركات مشاكل، ويا عيني يروح عند اللجنة الساعة 8:30 9 إلا ربع، عقبال ما الطابور يجي القاضي يقول له إيه خلاص، لأن في يوم تاني. في يوم تاني ولعلمك السبب اليوم الثالث برضه في ناس مشيت، خلي بالك. وفي ناس يعني اللي راح مرة ولا مرتين نتيجة انه بيرجع واخري ممكن يكون مرحش كمان اليوم التالي. لكن احنا بالنسبة لنا للأسف شديد كان انت عارف اسهل حاجة في مصر الاتهامات غير المصحوبة بدليل. فطبعا احنا اولا بالنسبة لنا المعدلات اللي جاية لنا تتحدث عن تقريبا ما بين 22 ل 23 مليون، رقم احنا شايفه ان هو رقم كبير مش قليل. تمام، خصوصا انك انت بتتحدث عن ثورة 30 يونيو، ان في جيل اللي هو اقل من 18 سنة بيوم لحد سن 14 سنة، دول يطلع لهم حوالي 6-7 مليون على فكرة. فلما تضيفهم على العدد ده تقريبا هتلاقي هم دول شركاء ثورة 30 يونيو. فاحنا بالنسبة لنا ثم اني واضح من المؤشرات اللي حضرتك شايفها قدام اللجان، الناس بعضهم يعني باين كده من الاستطلاعات اللي احنا كنا بنشوفها ان هم لا اغلبيتهم مع سيادة الرئيس. فبالتالي احنا كنا عندنا ان خلاص يعني انت بتتكلم عن خلاص انت ارتاح. ثانيا ان للأسف الشديد الفخ الذي نصبه جماعة الاخوان وحلفائهم والاعلام اللي هو زي قناة الجزيرة وغيرها، تمام، وقع في بعض الاعلاميين بسذاجة شديدة بسذاجة شديدة. فلما انت تقول في يوم ثالث أنت تؤكد على أنك تبحث عن الناخبين، عن ناخبين. فكان يعني إجماع غير عادي داخل الحملة. إحنا أول ما قالوا يوم ثالث ده زي ما يكون نزل علينا مية سخنة، حاجة يعني بجد فعلا كانت صاعقة. ففورا اتخذنا قرار بأن لابد من أن هو يطعم على هذا الامر، وكنا نامل ان هو يتقفل لان احنا حاسين ان الناس كمان تعبانه. تمام، والظروف اللي انت شايفها، وكانت ايام ساعتها ايام حر شديده شديده شديده. عشان كده انا بقول لك بحي الشعب المصري لانه بجد واجه تحديات غير عاديه. عشان كده سياده المستشار محمد ابو شقه تقدم بالفعل، ولذلك احنا تقدمنا قبل ما يتقدم حمله المرشح الاخر السيد حمدين صباحي ب الطعن، ويمكن هم حتى ناس اتفاجئت. وعلى فكرة احنا من الناس اللي اتظلمنا كتير قوي، الحملة ظلمت كثيرا، ويمكن كان المستشار محمد ابو شقة كثير يعرض على سيادة المشير احنا يقول له لا، طب هنتظلم كذا يقول له لا. طب بمناسبة ده يعني الاشتباك اللي حصل مع الجريدة الكويتية، على فكرة يعني عندها اصرار غير عادي، اصرار غير عادي، وهي تجذب 100%. هو في حاجه اسمها انا خدت عن تصريحات المشير ولقاء حصري؟ ما حصلش. احنا موجودين مع المشير كل يوم، هذا الكلام لم يحدث، لم يحدث ان يكون هناك. دلوقتي شغالين عن بيبي واحنا مازلين وعندنا الادله يا فندم، يطلع الادله صح ده انا ارجوه. بس انا اقول لك على حاجه، احنا انتبهنا لحاجه بقى، انتبهنا لحاجه، ان من الخطا انك انت تستمر في هذا النهج لسبب هو اساسا يعني فرحان جدا بهذا الكلام، هو حقق مراده بان حصل طبعا. فاحنا انتبهنا الى هذا الامر وارتفعنا عن هذه الصغائر، لان احنا انتبهنا، لان احنا قلنا مره وقلنا اثنين وقعد يقول لك انا عندي ادله ومعايا ايميلات. طبعا هذا الامر اللي ممتهن مهنه الصحافه يعلم ان هذه سذاجه من هذه الجريده، ولذلك احنا ارتفعنا عن مستوى الصغائر وما حبيناش ان هي يعني زي ما بيقولوا كده ايه تتشهر اكتر الموضوع. يعني ما تاخدش اكبر من حجمها. عايز اقول لحضرتك ان جايلك الكثير من الرسائل، ومنها الكثير من رسائل التحيه والامنيات الطيبه، وانك تكون تستمر مع الرئيس في الفتره القادمه لانك من الشباب النابه المصري. يعني انا بحاول استغل الوقت قدر الامكان، ما اجيبلكش المجاملات، بس بقول لك في حاجه فيه. بس في حاجه يا اسامه بيه، اولا الوجود في الفريق الرئاسي ليست رفاهيه، واللي هيكون موجود بجانب هذا الرجل هيشقى زي ما بيقولوا كده شقى السنين. وانت مستعد تشقى؟ انا كشاب مستعد طبعا ان انا اشقى، بس اذا كلفت بهذا الامر. دي حاجه ودي حاجه، يعني في حاجه لازم نحطها موضع الاعتبار، ان هو عارف بالظبط هو عاوز مين
وهيكلفه بإيه. وعلى فكرة هو عنده استعداد لتحمل أخطاء الشباب، وعنده استعداد لتدريب الشباب، على فكرة قالها كتير قوي. لكن عاوز أقول لكل السادة المشاهدين، وأنا بشكرهم طبعا على تحيتهم دي، أني الوجود في هذا المكان، الرجل اللي سايب يعتبر مكان راقي جدا، وسايب مؤسسة ناجحة جدا، وسايب مكان لو عمل فيه حاجة بسيطة قد كده بتبان، بتبان النجاح فيه، ورايح لمكان كله مليان أسهم نقد، وعارف أنه هو ممكن يتعرض للكثير والكثير، ولكن عشان مؤمن بهذا الوطن، وعارف أن احنا في مرحلة صعبة قوي. أنت طبعا أكيد قعدت وشفت هذا الكلام، احنا كل ما نيجي نمسك حاجة في مصر الوضع سيء جدا، سيء 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 إلى درجة غير عادية. لكن دي تحديات ممكن تواجه الدولة المصرية زي ما قال سيادة الرئيس، ولكنها ليست تحديات تواجه الشعب المصري. الشعب المصري قادر بعون الله بفضل الله، إن شاء الله، انه يقهر اي تحديات هي ممكن تواجه الدولة المصرية، لكن ما تواجهش الشعب المصري. الشعب المصري هيقدر يقهر هذه التحديات، والايام هتثبت لحضرتك، لان احنا ياما عدينا في محن كبيرة جدا جدا وعديناها الحمد لله. طب عندي سؤال بس عمال بيتكرر كتير قوي، يمكن ما يكونش عندك الإجابة ليه، أو ما يكونش حضرتك الشخصية اللي لازم أسألها، لكن السؤال عمال يتكرر. ما هو سبب تجاهل الفريق شفيق في الدعوة لحضور التنصيب؟ أنا لسنا الجهة اللي هي داعية لهذا الأمر، ويمكن أنا تحدثت مع بعض الزملاء. أنا عاوز أقول لحضرتك إن إحنا تقريبا إحنا كحملة رسمية، أنا أشوف المتحدث الرسمي وعمالين نتكلم، أوعى أكون مش معزوم، جات لي الدعوة النهاردة الساعة 6، يعني بعد ما دعوا. وعاوز اقول لك بقى، بتفرج على بعض اصدقاء على الفيسبوك، جات لي الدعوه ومصور الدعوه وحاططها، وناس يكلموني، في ناس بيكلموني بعشم شديد جدا، اقسمت لهم قسم بالله اني لا علاقه لنا نهائيا فيما يتعلق بدعوته. وعلى فكره ده بالعكس، ده سؤال رائع، يمكن انت حضرتك دلوقتي بس ابرد ذمتي وابرد ذمه الحمه، لان احنا فعلا ما لناش علاقه تماما. من يتولى هذا الملف هي الرئاسة، وبالتالي دعوة الأحزاب السياسية تمام كلها والشخصيات العامة كلها يتحمل عبئها ويتحمل وزرها اللي هو ما عزمهاش، هي مؤسسة الرئاسة. احنا ما لناش علاقة. أنا بقول لحضرتك الحملة تقريبا جات لها الدعوات من عدة ساعات، لكن ومش كل الحملة على فكرة، ده بعض أعضاء الحملة، بعض اعضاء الحمله. على فكره في احنا كان معانا مجموعات شباب مميزه جدا، يعني المستشار ابو شقه، وعندنا الدكتوره منى، وعندنا كان زميل لينا اسمه محمد طنطاوي، مجموعه شباب اقسم بالله العظيم يا اسامه بيه، مجموعه شباب تفرح، كفاءات عاليه جدا. هذا الوطن شاب، هذا الوطن طبعاً عنده طبعاً مجموعه من الشباب من الكفاءات، انا اعتقد ان سياده المشير ان شاء الله هيفاجئ بيهم الشعب المصري في الفتره القادمه. هختتم برسالة عجباني جدا ان احنا نختتم بها لقائنا مع حضرتك، بتقول والله قلوبنا بترقص فرحا استبشارا بمصر الجديدة على يد الرئيس المشير السيسي بإذن الله تعالى. واحنا عندنا استبشار كبير جدا، لان هذا الرجل انحاز للوطن في فترة حرجة قوي يا اسامة بيه، وكلنا عارفين هذا الكلام، وانا اؤكد ان ما حدث هي علاقة خاصة جدا. اتمنى من سفهاء الاحلام، من لديهم الرغبة في القفز على أي نجاح، إن هم أرجوهم، دي مرحلة محتاجين فيها الكفاءات، محتاجين فيها الشخصيات الوطنية المحترمة. أرجوكم بطلوا نقد، وخلونا نبص للمستقبل. طول ما احنا بنبص للماضي والصراعات والحاجات دي كلها، هذا الوطن لن يتقدم، مش هيتقدم إلا بحاجة واحدة بس، النظر إلى المستقبل، ونتكاتف ونعمل استنهاض للهمم، وان شاء الله انا متفائل خير. بشكر حضرتك دكتور عبد الله المغازي، المتحدث باسم حمله المشير عبد الفتاح السيسي، شكرا لحضرتك. هنروح لفاصل، وارجو اننا نكون اجبنا على الكثير من الاسئله اللي كانت دايره في الاذهان، لكن بعد الفاصل هنرجع نلتقي بشخصيه من الشخصيات المحببه لنفسي جدا ايضا زي الدكتور عبد الله، وهو الدكتور ايمن فريد ابو حديد، وزير الزراعه واستصلاح الاراضي، اللي النهارده التقى ب خبراء من منظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة الفاو، واتكلموا عن استراتيجية تعاون بين المنظمة والوزارة، مع أن الحكومة هتتغير يمكن بكرة أو بعده، ولكن الوزير مستمر في العمل زيه زي مجلس الوزراء كله إلى آخر
لحظة ألقاكم بعد الفاصل.